كوكي، شايفه الكيت زئيرة اللي هناك دي؟ ايوه. روح العبي فيها لحد ما اندهلك. كويس ان كوكي مشيت. انا اسفه على اللي حصل النهارده. هو ايه اللي حصل النهارده؟ بطل بقى، انت كده بتضايقني وبتحسسني بالذنب اكتر. لا انا ما يهونش عليا انك تحسي بالذنب. ازاي تعملي الصبح الكلام ده يا هانم؟ بطل طريقتك دي، انت طول النهار تضحكني كده. عشان الموضوع ابسط من كده بكتير، مش مستاهل اسف خالص. انت متوتره وده طبيعي جدا. وانا الفتره دي مش في احسن حاجه. ليه في ايه؟ ولا حاجه يعني. مشاكل في الشغل ومسؤوليه كوكي. الموضوع مش سهل خالص يا دودي. في سفريه مهمه قوي في الشغل، بقالي شويه عمال اجل فيها لغايه ما كوكي تاخد الاجازه، بس شكل كده مضطر ان انا اسافر قبل ما هي تاخد اجازه. ما تقلقش، كل حاجه بتعدي. مش عايزه تقولي حاجه تانية قبل ما كوكي تيجي؟ لا، ما كوكي جت خلاص. دودي انا فرحانه قوي ان انت جيتي معايا النهارده. ايه يا روحي؟ طب بالنسبه لبابا ايه؟ شفاف؟ مش شايفاني؟ انت معايا على طول كل يوم يا بابا، لكن دودي اول مره تخرج معانا. انا اللي مبسوطه جدا جدا. يبقى خلاص تيجي معانا كل يوم. وانا موافقه. طب انا ممكن اجي معاكوا برضو ولا مش مسموح؟ محتاجين نفكر شويه.